مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن حقيقة العلاقة بين السلطانة مريم ويحيى تشاليجالي. فقد بنى مسلسل حريم السلطان أحداثه حول وجود علاقة بين السلطانة مريم ويحيى تشاليجالي، وتستمر هذه العلاقة في السر إلى أن تتفطن إليها السلطانة مهدي فران وتهدد تشاليجالي بإخبار الأمير. أولا، هذه العلاقة ليس لها أي أساس من الصحة، ولكن ليس هذا أسوأ ما في الأمر. فالمصيبة أن يحيى تشاليجالي هو زوج السلطانة راضية ابنة السلطان سليمان المنسية والمغيبة تماما عن المسلسل، وهي أيضا أخت السلطانة مريم وشقيقة الأمير مصطفى، حيث أنها ابنة السلطانة مهدي فران. فلا وجود إذن أي علاقة بين تشاليجالي والسلطانة مريم سوى أنه يكون زوج أختها. وربما لأنهم غيبوا السلطانة راضية في الجزء الأول، أرادوا أن يدمجوا حكايتها في الجزء الثاني مع شخصية السلطانة مريم، وذلك لتوليد أحداث جديدة ودونما مراعاة للأمانة التاريخية. هنا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم.